تالت درس الحياة الاجتماعية، مين اللي كان بيبني المجتمع؟ الأسر، أسرة رع، أسرة أمون، أسرة حتشبسوت، أسرة خانوم، كل جميع الأسر ديت هي اللي كونت المجتمع. يبقى مين النواة الأولى؟ اللي هو الأسرة. طيب كانت الأسرة بتنظم العلاقة بين الرجل والمرأة والأبناء. طيب مين أول دولة صاحبة أول تشريع قانوني ينظم العلاقة بين المرأة وأسرتها؟ هو مصر. كانت بتشتغل المرأة في الكتابة، في الزراعة، في الطب، الغزل والنسيج. وكان في شخصيتين مهمين جدا، كان مثال الملكة حتشبسوت ومثال الأم إياه حطب، كان مثال الولاء والانتماء للوطن. هل المسكن كان يتبنى منين؟ كان بيتبنى من الطين، طين النيل اللي هو الطوب اللبن. كان بيختلف بين المسكن بين الغني والفقير، الاثنين كان من الطوب اللبن، ولكن بيختلف في الاتساع الفخامة. طيب في اعياد طبعا عيد مهم جدا، عيد الفرعون اللي هو عيد رمسيس الثاني، كان الناس بتحتفل بيه عالميا دوليا، بيجوا في النوبة بأسوان، بيجوا يشوفوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في عيد ميلاده وعيد جلوسه على العرش. كان في الملبس والزينة، بيلبسوا الحلي، بيلبسوا الحرير، بيلعبوا الألعاب الرياضية. شكرا.